أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من حضر مجالس الذكر تكفر عنه الذنوب في كبيرها وصغيرها؟ من حضر مجالس الذكر محتسبا كان له الأجر في ذلك، ويحصل على المشاركة في الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيدخل هذا في الأجر. وبدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فمنهم واحد انصرف، منهم واحد انصرف وأعرض، ومنهم واحد جاء وجلس في الحلقة راغبا فيها، ومنهم واحد استحيا أن يخرج فجلس حياء، جلس في الحلقة حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض، فأعرض الله عنه، هذا الذي خرج، وأما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثالث فآواه الله، هذا الذي جلس في الحلقة راغبا في الذكر، هذا أوى إلى الله فآواه الله سبحانه وتعالى. دل على أن الجلوس في حلق الذكر عن رغبة فيها أنه يؤجر ويشارك في الأجر، ويستفيد أيضا، يستفيد لدينه ودنياه، فله أجر إذا جلس في حلق الذكر وتتبعها، هي حياة القلوب. نعم، وش السؤال؟ هل حضور مجالس الذكر يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها؟ أما التكفير فلم يرد فيما أعلم شيء بخصوص التكفير، ولكن له أجر. والتكفير الذي ورد في الأدلة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، هذه في الصغائر، هذه تكفر الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دل على أن التكفير خاص بالصغائر، وأما الذنوب الكبائر فهذه لا بد من التوبة. نعم.